أذهب بها إلى سيدني. ينضم إلي من هناك بيتر ماغواير، الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا فيك معنا مجددا بيتر. دعني أسألك عما تحدثت به ألاء قبل قليل، هل بالفعل تشكل الآن الأسهم تحوطا ضد التضخم في هذه الأجواء؟ رأينا ارتدادا إيجابيا في الأسبوعين الماضيين وتحديدا في الأسهم الأمريكية والأسهم العالمية، وبالتالي يمكن القول في الوقت الحاضر أن استمرار الارتفاع هذا الأمر هو شكل من أشكال التعافي في أسواق الأسهم. فالمشكلة القائمة هي كيف سيكون شكل أرباح الشركات في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وهذا سيكون عنصرا مهما، ونحن نتوقع للأرباح الأسهم أن تتراجع ونأمل أن تتراجع. التوقعات لهذه الإيرادات، إيرادات الشركات للآن بالفصل الأول ليست إيجابية فعليا، لكن بنفس الوقت نحن عم نشوف هذه الأيام أكثر من غيرها عدد من الاعتقادات أو عدد من الآراء موجودة في السوق من الأطراف المختلفة، يعني ليس هناك أطراف تتفق على رأي واحد حاليا. هل بالفعل سنرى بأنه خلال الفصل الأول أرباح الشركات كانت تحت ضغط؟ هذا أمر وارد، قد تكون الأرباح أقل وسيكون هناك إدراك أننا رأينا تحركا قويا في الصعود قبل عامين وتحديدا من مايو أو أبريل في 2020، وربما نكون قد استنزفنا حالة الصعود في السوق. لذلك فإن أرباح الربع الأول الذي اختتم قبل يومين سوف نراجع هذه الأرباح، وربما يجب أن نتأمل بما سيحصل في الأشهر الثلاثة المقبلة والأشهر الثلاثة التي تليها. إذن نعم، أعتقد أن هناك الكثير من الاهتمام من المستثمرين بمراقبة أرباح الشركات، وهذا أمر يجب أن ندركه من خلال مراجعة الأرقام. بيتر، حقيقة ألا ترى أنه طريقة ما نتحدث كمحللين وأيضا كإعلام، طريقة ما يتحدث العالم الآن عن ما يجري، عن هذه الأرقام، عن التوقعات، في مبالغة نوعا ما، في كثير يعني في دراما زيادة عن اللزوم، يعني أرقام التضخم عم ترتفع لكن بعدها بمستويات منخفضة تاريخيا، إيرادات الشركات ممكن أن تتراجع لكن كما ذكرت تعود لمستويات ما يعني خسرناها قبل سنتين عندما كنا بالفعل في أزمة حقيقية. لا أقول أن نحن الآن خرجنا من الأزمة الحقيقية، لكن حقيقة هل هناك مبالغة من قبل المتابعين المحللين في عرض هذه المعلومات؟ نعم، من الإجابة أو من الصعب الإجابة عن موضوع التضخم. هناك ارتفاع في أسعار الغذاء وأسعار الطاقة وفواتير الكهرباء، وهذا الأمر نراه في جميع أنحاء العالم، وليس هناك نمو كبير في الأجور. هذا هو الشق الأول. إذن المستهلك بالتأكيد يتأثر بما يحصل وقدرته الإنفاقية أقل، كما أن الكثير من أرباح الشركات كان أداؤها قويا في 2021، وحاليا هناك إدراك أن التضخم المرتفع وهناك تزايد في الفوائد في أمريكا وكندا والبنك المركزي الأوروبي يفكر بهذه الأمور. كل هذه العوامل المجتمعة يجب أن تؤخذ بالحسبان عندما ننظر إلى الأرباح المتوقعة مستقبلا، وكيف سيكون من الصعب وضع توقعات واضحة للمستقبل. ويبدو لي أيضا بأنه يمكن أصبح من الأسهل يعني في قطبية، صار من الأسهل أنك توقف على جهة واحدة على قطب واحد من أنك توقف بالنص، يعني أصبحت القطبية أسهل من الاعتدال بالرأي. Yes. نعم، هذا صحيح تماما.
الأمر يتوقف على الزاوية التي تنظرين منها وما هو رأي المحلل. إذا كنت تعيشين في أستراليا فستنظرين الأمور من زاوية آسيا والمحيط الهادئ، أما إذا كنت في أمريكا أو الهند أو أوروبا أو الشرق الأوسط سيكون لديك تفسير مختلف لشعورك في الشارع، وتحديدا مستويات الثقة والمعنويات لدى المستهلك. هذه أمور مهمة يجب أخذها بالحسبان. ففي أوروبا ونصف الكرة الأرضية الشمالية نحن نتجه إلى فصل الصيف، وبالنسبة لملاك الشركات هم يريدون أن يروا عودة الثقة وعودة السياح لدعم السوق. طيب بيتر، دعني أسألك السؤال اللي موجود على اللوحة أمامنا الآن. المستثمرون لا يعلمون أين يضعون أموالهم. أسوأ أداء ربعي للأسهم والسندات في عقود. هل حان الوقت الخروج من أسواق المال والنظر إلى استثمارات بديلة؟ بالتأكيد هناك بحث عن البدائل. أسواق السندات لم تكن تعطي قيمة ولم تكن تعطي عوائد، فالفوائد حاليا إلى ارتفاع الضرائب قد يغير المعنويات في السوق. الجزء التالي بالنسبة للمستثمر هو ما هي البدائل؟ هل سيبحث عن العملات المشفرة أم سيدخل إلى الذهب والمعادن النفيسة؟ والمستثمرون يشعرون أن أسواق الأسهم ربما محتسبة بالكامل، وهناك مشكلة أخرى يجب أن نأخذها بالحسبان، وهو طبعا السؤال هو مرحلة استنزاف الوضع الحالي بالنسبة لأسواق الأسهم. وهل وصلنا إلى النهاية؟ هل وصلنا إلى مرحلة الاحتساب الكامل في أسواق الأسهم؟ هو سؤال كبير، ويبقى بعتقد أنه علينا الانتظار لنرى نتائج هذه الشركات التي تحدثنا عنها، وأيضا قرارات البنوك المركزية خلال في سياق الأسبوع المقبل وبقية هذا الشهر. بيتر، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم.